كارير RH. صباح الخير صباح النور، مرحبا بكم في كارير RH. نحكيو كما كل نهار اثنين مع مختص في التكوين ولا في الموارد البشريه، واليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا اللي هو موضوع التعليم عن بعد والا التكوين الرقمي، هذا الاي ليرنينج ولا ديجيتال ليرنينج. باش نحكيو عليه باكثر تفاصيل مع ضيفي جيد سعيد اللي هو الديريكتور فورماسيون اي كوميونيكاسيون في كولماكس. صباح النور جيد. صباح الخير فارس، مرحبا بك، شكرا لك على قبولك الدعوة. جيد نعرفه في عالم الإدارة، لكن زيادة هو تبارك عليه رياضي، تايجينا مرة أخرى يعطينا زيادة الامباكت متاع الرياضة والباسكيت في الكاريير متاعه. جيد اليوم باش نحكيه على موضوع مهم برشا أنت تعمقت فيه في فترة أخيرة في الشركة متاعكم اللي هو الديجيتال ليرنينج. هل التعلم عن بعد هذا ولا التعلم الرقمي هذا ولا رقمنة التعليم منين جي؟ كيفاش جي؟ وقتاش دخل تونس حسب التجربة نتاعك؟ بون ديجا فارس ميرسي على الانفيتاسيون نتاعك، يعطيك الصحة. كي نحكيو على الاي ليرنينغ ولا على الديجيتال ليرنينغ، بون هو اللي اكزيست معناتها فما دخل تونس صافي توا اون بون بيريود، فما اون كانزان داني ملي دخل لتونس معناتها سو ديفيرونت فورم. على مودل وبرشا حاجات. برشا حاجات اكزاكتومون. وتوا مول البيريود تاع الكوفيد هي اللي اجبرت الشركات انها تتاقلم وانها لي فورماسيون، بيسكو الناس قعدوا في ديارها برشا اكزاكتومون، انهم ايلز ادوبت الديجيتال ليرنينغ. وتوا معناتها في العامين هذوما اللي تعداو ساسي ديموكراتيزي في الشركات، وبرشا شركات توا قاعدين يتنقلوا ويشوفوا لي زافونتاج، خاطر ديجيتال ليرنينغ مش كان في البيريود تاع الكوفيد ميم من قبل، معناتها سي يلوفر بلوس دو سوبليس برشا حاجات، دونك قاعد يل سو ديموكراتيز بوكو بلوس في لي زونتربريز. باهي ياسر، دونك الديجيتال ليرنينغ انه التكوين اللي كنا نعملوه في قاعة التكوين الفورماتور واقف اون بريزونسييل يتحاور مع لي بارتيسيبون تاعو، توا باش نوليو نصنعوا باث كامل ولا باركور كامل دابرونتيساج فيه دي كابسول، ولي كابسول هذوما مكتوبين بطريقة علمية، وفما تقنيات بالطبيعة انه يبدأ عن بعد قاعد قدام بي سي متاعو يقرأ وحده اوتو ديداكتيك. اكزاكتومون، جست معناتها كان نزيد حاجة، انت قلت قاعد قدام البي سي متاعو با فورسيمون، خاطر فما نوتي معناتها اللي هو التليفون لي سمارت فون اليوم. كان نحكيو على الديموكراتيزاسيون راهو سورتو ديجيتال، نفرض عليهم البي سي بيان سور اي لا معناتها كي تنجم معناتها تقول فما برشا شركات اللي ايفيكتيفمون معناتها يخدموا سور لي بي سي. احنا اليوم معناتها والشركات الكل ايل فون سوريونتي، علاش؟ خاطر الناس الكل عندها تليفون بورتابل، الناس الكل ما تنجمش تهز البي سي نتاعها، معناتها وين تمشي؟ نجم انا اليوم فارس نعطيك ان باركور دو فورماسيون، انت حكيت على باركور دو فورماسيون، نعطيك ان باركور دو فورماسيون نقول لك اعملوا وقت ما تحب، ان ديزافونتاج اعملوا وقت ما تحب، تنجمش تهز البي سي نتاعك معناتها وين جات، تنجم انت مع قاعد معناتها عامل جو اكسيتيرا، تقول تعش كيفاش عاش ما نحطش انا لي زيكوتور نتاعي ونتبع اكزاكتومون نتبع اون كابسول. احنا نحكيو على دي كابسول، اما الاي ليرنينغ سي ان بو بلو كومبلكس، فيه اكثر حاجات، ينجم يكون ان كويز، ينجم يكون ان تيست، خاطر فما حاجه تري تري امبورطونت في الديجيتال ليرنينغ اللي هي لا جاميفيكاسيون، فهمت؟ لابرونتيساج اكزاكتومون بار لي جو سيريوس جيمز. الجاميفيكاسيون سي معناتها تدخل كيما تقول انت نتفرج، نجم نتفرج في اون كابسول ولا نجم حتى نتعلم وين نقول معناتها هذايا سا كوريسبون مع شنو، هذايا معناتها جو ريزو هكا دي زيكواسيون، نجم تكون لعبه ان جو دو رول اكسيتيرا، و على فان جو مي رون كونت كو تعلمت حاجه. دونك هذه الحاجه الباهيه. خلينا نغطسوا بشويه بشويه في الديجيتال ليرنينغ. احنا المره هذه نحكيو على الاسينكرون، على خاطر فما السينكرون. الاسينكرون باش نفسروا للناس اللي هو بطبيعه كبسول مسجله نص الليل، ما دي ساعه ما ثلاثه متاع الصباح، في اي وقت نجم تتفرج فيها. السينكرون لايف لازمك تحضر في الموعد، بما انه المكون باش يكون على تيمز ولا على زوم باش يكون في انيماسيون لايف، تفلت الموعد يمكن باش تشوف الريبلاي وكهو. احنا نحكيو توا على لي باث ولي باركور هذوما تاع اي ليرنينغ اسينكرون، موجودين على بلاتفورم، تدخل في اي وقت باللوجين والمود باس نتاعك وتنطلق في الباركور دابرونتيساج اللي قلت انت فيه برشا حاجات، فيه دي جالون، فيه دي كويز، فيه دي تيست، فيه دي فيديو، فيه دي بريزونطاسيون، فيه برشا حاجات. اكزاكتومون فيه برشا حاجات. انت عشت التجربه و
عملت رقمنة متاع كل الدورات التكوينية اللي عندكم في الشركة اللي تشتغل فيها بما أنك أنت ديريكتور دو لا فورماسيون. لقيت العبيد اون تيلي ترافاي وما تنجمش معناها تقعد تستنى حتى نرجعوا من الكوفيد وكل شيء. دونك تلازينا كلكو بار انو نعملوا ديجيتال ليرنينغ هذا. وي تلازينا اي فما حاجتين. فما برشا شركات اللي تلزوا انهم يعملوا ديجيتال ليرنينغ. اما فما زاد الشركات اللي حطوها في الكولتور نتاعهم. معناتها ديل ديبار قال لك الديجيتال ليرنينغ كي نميكسيه مع الفورماسيون بريزونسيال معناتها وين فما مكون وقاعد يحكي مع العباد اكسيتيرا نجم انا اليوم نعمل الفورماسيون تاعي ونقول لهم معناتها اللي حاب يزيد يدخل على الكور ولا نعطي شطر الكور ويكملوا على اون ديجيتال. فما لي كلاس انفيرسي نعملوا احنا برشا لي كلاس انفيرسي وين نقولوا يتبع الكور ومن بعد يجي جوست بور فاليدي الكونيسونس تاعو اون بريزونسييل اكسيتيرا. دونك برشا وقت في بوكو نخليهم 3 ايام في ساله تولي نهار ورشوب نخدمو كان براتيك exactement. كل تشوفها في الكابسول تعلمتو جست هذيك تاع اللي عنده سؤال نكملو معناتها نعطيه لي زانفورماسيون للناقصين ووج فاليد لي كونيسونس نتاعهم معناتها كيل بويس براتيكي. دونك فما برشا شركات اللي يقول لك لا معناتها سافي بارتي دو ما كولتور. فما شركات اللي يقول لك نو معناتها كوفيد وتيلي ترافاي وبانديمي اكسيتيرا دونك لازمني جو مورينت. هذيك خاطر لازم وقت معناتها باش الشركه تدابتي لي فورماسيون تاعها اي ليرنينغ لازم وقت معناتها فما مراحل خلق العاده. احنا باش نرجعوا تقنيا كيفاش تتم العمليه ان شاء الله في مرحله ثانيه من البرنامج ولكن برشا عباد توا جايه من المكونين من المدربين من الشركات وحتى من لي بارتيسيبون لامباكت يقول لك راهو حتى شيء ما يعوض اك الشالور هيومان حتى شيء ما يعوض الساله حتى شيء ما يعوض الانتيراكسيون مع الفورماتور. انت كي تقيس تقريبا توا تو دامباكت على لابرونتيساج على التعلم معناها قديش احنا بارابور للبريزونسييل في الاي ليرنينغ 80 70 60% انا 100% 100% بيان سور. انت تقيس من بعد على التيران 100% بيان سور تقيس 100% بيان سور كيفاش علاش خاطر انت دو مومون كو البروغرام تاعك الي اتيدي دو مومون كو البروغرام تاعك الي اتيدي وداخل في لا كولتور نتاعك معناتها ما تحطش شطر خاطر حتى معناتها انت تحكي على البريزونسييل يا بوكو دو بروغرام معناتها هذيك تاع تقول انت شالور مير لانفورماسيون كيفاش تتعدى فما اللي نحكيوا عليه برشا الانتيليجونس ايموشنيل عرفت لل الذكاء الذكاء الوجدي اكزاكتومون on ne le prend pas en compte في البريزونسييل parfois etc donc يتعدى الانفورماسيون 60% سي انت تعمل الاناليز تاع لي بيزوان تاعك الاناليز تاع لي بيزوان تاعك تعملها بالكدا والبروغرام تاعك تعملو معناتها يلي بيان ديزايني وتفهم les besoins تاعك de manière très très précise ou تعطيهم à chaque fois معناتها tu valides les connaissances عندك des connaissances etc à un certain moment c'est bon si le programme il est complet donc on est تحكي على هندسة التكوين انجينيريت فورماسيون وي دونك فيها خدمه كبيره برشا واللي هي المرحله الكبيره قبل ما نعملوا الرياليزاسيون تاع لي كابسول وغيره باكو خاطر كي نحكيو على الانجينيري دو فورماسيون فما المرحله اهم مرحله هي ليفالواسيون التقييم ليفالواسيون تاع لي بيزوان تاعك خاطر اون جينيرال شنو يصير وعلاش لي بروغرام دو فورماسيون ما ينجحوش خاطر ليفالواسيون غلطه خاطر التقييم تاعك في لي بيزوان تقول معناتها البروغرام هذا يل فا ريبوندر ان بيزوان وانت البيزوان تاعك حاجه واحده اخرى دونك سي بور سا كي انت ليفالواسيون دي بيزوان تاعك elle est bien faite ou بعد l'ingénierie ou le développement ou le design ou la création j'ai adapté les besoins avec donc elle a dit qu'à femme un auteur اللي نحبوه برشا انا وياك اللي هو سيمون سينيك سي ستارت ويذ واي علاش باش نعمل اكزاكتومون مش شنو باش نعمل علاش باش نعمل التكوين هذاك على فان شنو هما باش يستفادوا شنو لازم هما كيك باش من بعد انا لي زوتي اللي نحطهم يكونوا تري تري ادابتي لي بيزوان تاعي باه قبل ما ندخلوا في هندسه التكوين وتقنيا كيفاش تتم العمليه من الاول نتصور انه في الشركه بتاعكم في التجربه اللي عشتها
لازم برشا تعلم تقني من الاول. فما ريزيستونس معناها العباد يقول لك باش نتعلم دي زوتي وندخل لوجين ومود باس ولا ما عشش حاجه كيما شويه ادير فري. راهو خاطر عندنا جينيراسيون اليوم ما فماش حاجه معناتها ما فيهاش لوجين ومود باس واكسيتيرا. دونك انت من بعد فما اليوزر اكسبيرينس تاع البلاتفورم نتاعك. فما اليوزر اكسبيرينس قبيله حكينا على ان اوتي اوبن سورس دونك غراتوي نجم نحكيو عليه اللي هو مودل. مودل في الـ l'utilisation تاعو في اليوزر اكسبيرينس اونتر غيومي ما يعجبنيش. ما حبش كلمه خايب ما يعجبنيش. علاش اكزاكتومون؟ علاش خاطر فوالا سورتو مش مزيان. خاطر مش مزيان حتى تاع الجينيراسيون تاعنا تاع اليوم. الجينيراسيون تاعنا تاع اليوم واش باش استيتيك بيان سور. تحب على حاجه تحب انا اي نحب حاجه مزيانه. نحب حاجه اللي معناتها اون فوا دخلت نحب نقعد نحب نقعد نحب نشوف حب معناتها نعرف وين نلقى الكويز نتاعي. نعرف وين نلقى الكور نتاعي. نعرف وين نلقى الانفورماسيون هذيك. نشوف السكور نتاعي. كان نحكيو على جاميفيكاسيون وين شنو لي بادج اللي خديتهم. نحكيو من بعد على الجاميفيكاسيون معناتها شنو لي ريكومبونس اللي خديتهم اكسيتيرا. دونك على ذيك اليوم معناتها كي نقول لك نعرف ونختار البلاتفورم نتاعك. تختار البلاتفورم نتاعك كيفاش تصنعها كيفاش تعملها اكسيتيرا. ومن بعد جينيراسيون تاع اليوم برشا معناتها ميلينيالز جينيراسيون واي وجينيراسيون زد اكزاكتومون ما فماش مشكله في الادابتاسيون مع لي زوتي تكنولوجيك. يا با بوكو دو سوسي هي برشا. نحكيو مع جيت سعيد مواصلين معاه في ديجيتال ليرنينغ. نحكيو على التعلم الرقمي. هذايا تجربه حلوه برشا كيفاش نصنعوا لي كبسول تقنيه باش فسرنا بروسيس بعد يمكن نجمو نادوبتيوها في الشركات نتاعنا باش نسهلوا التعلم عن بعد خاصه انه هو توندونس توا وما عادش لوكس سي اون اوبليغاسيون. فيس بنسويلا معاكم حتى للتسعة ونص في كارير.